السلام عليكم حبايبي الشطار الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بسمة مريم، والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، تكملة لموضوع ذا هيومن بودي. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الهيومن بودي واتكلمنا عن السكن بالتفاصيل. النهارده بقى موضوعنا مع اهم حاجة في جسمنا، اللي هي مين؟ ماي هارت، يعني قلبي. تعالوا كده نشوف الهارت او القلب دوره ايه في جسمنا، وايه دوره في ان هو يخلينا اصلا عايشين. تعالوا نتعرف الأول على الهارت. The heart is a muscular organ. يعني إيه muscular organ؟ يعني حاجة كده أو عضو بيكون عبارة عن عضلات. المسلز يا ولاد أو العضلات بتقدر تخلي أي حاجة فيها تتحرك، أو تقدر هي أصلا هي نفسها أصلا بتتحرك، فتقدر تحرك أي حاجة جواها. فهو muscular organ بيقدر فيه إيه؟ يتحرك. About the size of your fist. يعني إيه؟ يعني حجم الهارت بالظبط قد حجم قبضة ايديك كده، يعني انت لما تقفل ايدك كده دي اسمها الفيست. يور فيست ده كده، ده كده قد قلبك، كل بقى واحد على قد ايه؟ يور فيست كده على قد القبضة بتاعته، هتلاقي بقى حجم قلبه قدها بالظبط. تعالوا نكمل. It is located between the two lungs inside your chest. يعني هو موجود بين التو لانجز. فين التو لانجز؟ بيكونوا موجودين كده في الشيست اللي هو في الصدر، هم بيكونوا موجودين التو لانجز كده اهو، وهو بيكون موجود في الحتة دي كده بين between التو لانجز، فين؟ في المنطقة الصدرية. The heart fills with blood when it expands. يعني ايه؟ لما كده بيسترخي بيتملي بالبلد، هو عامل زي بالونة بالظبط. البالونة لما بتسترخي كده او بتتشد كده بيبتدي يكون فيها ايه؟ البلد بتتملي بيه. ولما بتكونتراكت، يعني ايه كونتراكت؟ كأنك ماسك بالونة فيها مية وعملت كده، فلما تدوس عليها كده دي ده اسمه كونتراكشن. لما الهارت بيكونتراكت بالطريقة دي بيعمل بوشنج للبلد، الدم اللي جوه الهارت ده يا ولاد بيبتدي يتحرك ويندفع من الهارت، يروح فين بقى؟ يروح للبلد فيسلز. فين هما؟ اهو شايفين البلد فيسلز بتخرج منه. يبقى ده كده الهارت اهو، اول ما بيعمل بوش كده كونتراكت بالطريقه دي بيدفع او بيزق الدم فين؟ في البلد فيسلز اللي هي دي. ايه البلد فيسلز دي؟ حاجات كده like البايبس، عاملة زي البايبس يعني المواسير كده بيمشي فيها البلد، وبتتفرع وبتتوزع في كل حتة في جسمنا. فبالتالي البلد اللي هو دمنا او الدم بيتجمع في كل او بيتوزع في كل حتة فين؟ في جسمنا، وبيوصل لأقل تنتفة كده في جسمنا. يبقى تاني الهارت contracts and pushes blood to the blood vessels located in all parts of the body. بتكون موجودة في كل حتة في جسمنا. The heart pumps blood to all parts of the body. بتضخ طبعا في كل حته في جسمنا. الجزء ده يا ولاد مهم، مهم قوي تعرف ان القلب لما بيعمل contraction ده بنسميه ان هو بيبمب. بمب يعني بيضخ او بيزق او بيدفع البلد في كل حته في جسمك، عشان بتيجي complete كتير قوي. يلا نكمل. يبقى زي ما قلنا الهارت بامبس بلاد يعني بيدفعه. طيب البلاد ده بيكون في ايه؟ واحنا ليه اصلا عايزين نوصله في كل حته في جسمنا؟ ايه الهدف؟ هل في سبب؟ اكيد طبعا مفيش حاجه بتحصل بدون سبب. السبب الرئيسي ان البلد ده بيكون ريتش ان، يعني غني بايه؟ غني بالاكسجين جاز اللي هو غاز مهم جدا جدا لحياتنا، اند نيوتريانت والمغذيات او الفود نيوتريانت اللي هي المغذيات اللي خدناها من الاكل تو اول بارتس اوف ذا بودي، وبيوزعه لكل حته في جسمنا عشان يتغذى وناخد الغذاء بتاعته. تاني هو الهارت موجود بين يا ولاد التو لانجز. Your heart beats يعني بيدق، beats يعني يا ولاد ايه؟ بيدق وبيعمل كام دقة كده في الدقيقة الواحدة per minute many times، يعني في الدقيقة الواحدة بيدق كتير، تقريبا من حوالي 70 وممكن يبقى 60 لو انت relaxed قوي وهادي، ممكن يوصل ل 80 لو انت مثلا او 90 لو انت بتتحرك بسرعة او بتجري. The heart continues to beat for your whole life. يعني بيقعد على طول يدق طول ما انت عايش، ما بيقفش خالص. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده عن الهارت. طبعا الهارت مهم جدا يا ولاد، هو تقريبا اللي بيوزع الغذاء لكل جزء في جسمي، فلو وقف في اي لحظه اكيد اكيد مش هنقدر نفضل عايشين. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بس طبعا احنا مكملين الحلقه الجايه خاصه بالاكسرسايز، اوعوا تفوتوها. اشوفكم على خير.